مقامه من طرف إمام المؤسسات الشبابية. في هذه المناسبة السعيدة سنقوم اليوم بتوزيع عقود ملكية لفائدة المستفيدين من صيغة السكن التطوري ببلدية الغاسول دائرة بريزينا. هذه الوضعية التي ظلت عالقة منذ سنة 1986 سيتحصلون على دفاترهم العقارية تثمينا لممتلكاتهم. إضافة إلى ذلك في إطار التنفيذ وتجسيد الوساطة القضائية سنشرف على تسليم كذلك عقود ملكية تنازل لأكثر من 829 مستفيد بما فيهم حي العناصر العتير وحي 20 أوت بالبيض. والوضعية كذلك التي كانت عالقة منذ سنة 1991 واليوم يستفيدون من دفاترهم العقارية تثمينا لممتلكاتهم قاطعين بذلك الوعد الذي قدمناه لمواطنينا بتسوية كل الوضعية العالقة من تسوية عقود الملكية لممتلكاتهم. تاعنا منذ تقريبا 20 سنة أنا كنا نعاني ما عندناش العقود وفتح لنا العقود تاعه وكان يستقبلنا وهدر معنا وعطانا وعود في برومي ماي وراه سجدنا إن شاء الله. الناس الكريم توجه بكل تحية وإخلاص إلى السيد الوالي وإلى الأسرة على تسليمنا شهادة الملكية التي هي من 1996 كنا في الملكية ونشكر السيد كل المدراء التنفيذيين الذين ساهموا في هذه العملية. الحمد لله اليوم راهم سجلونا في الشهادة الملكية 96 رانا نستنوا في هذه الشهادة الملكية واليوم رانا استفدنا منها والحمد لله.